التونسي خاصة طبعا ديما نحكيو على الزوالي اليوم كيفاش بنجم عايش في ظل غلاء الأسعار؟ أختي رانا عايشين موتة، نحن في حالة صراع عايشين موتة، هما ياكلوا ونحن ما ناكلوش. شكون هما؟ هما سي قوم، ثم قوم وثم سي قوم مقسومة في البلاد. ثم سي قوم هما اللي يعيشوا وياكلوا ونحن ما ناكلوش، ونحن نضحوا ونحن نمشوا الحبس، نحن نموتوا ونحن كل شيء أختي، وهما عايشين. الزوالي 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 عندنا 7-8 سنين، وينو الزوال؟ هي بيدها الحكاية، هي بالعكس الدنيا ماشية وتغلى أختي، ماشية وتطير. ها رئيس هاي سياسة، شو مدخلنا في السياسة في الرئيس؟ نحن شو مدخلنا في حكاية حد شيء؟ أعطونا نعيش وناكلوا ونشربوا، أعطونا نربوا صغارنا، أعطونا واحد، فهمت؟ وكام أختي كي تشوف؟ بعد الثورة أحلام وردية أحلم بها الشعب بولار وتكسر عبارة بعد الثورة عبارة كيس شديت وكسرته، بولار وكسرته، مفما شيء. بالعكس بالعكس بالعكس، مش حب الرئيس هذا يرحم والديه يحب يبقى يخدم، مش يبقى يخدم 100 سنة أخرى بعد نموت نحن ونموت ولادنا ويموت ولاد ولاد ولادنا ونعيش هي بيدها. لا حول ولا قوة إلا بالله أختي. يعني انت متوانسه اللي مع الشيح المصيبوع كهو تبخرت الاحلام تاعك؟ تبخرت الاحلام اخي، عمري 53 سنه، كيفاش تحبني نحب نعيش مازال في عمري؟ ايش مازال في عمري من 40 من 10 سنين وانا نضحي واحد واحد يخدم 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 شيء ما فهم شيء ما فهم شيء فهم راجل بتوله بتلتونه 10000 مش في جيبه، 5000 مش في جيبه، وبالعكس تمشي كتمشي الحانوت ولا تخلص حاجه ولا تخلص حاجه تدفعهم الفلوس، والفلوس من مش تجيبها. بون ضد التهمش، انا ضد السرقه، ضد الحاجات، ضد البركاجات، ضد حاجه ما ولا غالب اختي. يعني مثلا وانت جبت على السرقه على البركاجات، اليوم معناتها الظروف تخلي شخص يلتجي، هي مستويات اختي، انت والتربه، ثم ما عندوش يلزم يصبر، فهمتي؟ ضح وثم سبحان ربي، تولد في العيله 10 من الناس 15 واحد، ايش باش يعمل اختي؟ واحد يقوم الصباح يلقى ابوه يطلب، يلقى ابوه ما عندوش، يلقى امه ظروفها، ايش باش يعمل؟ شبش يعمل أختي؟ هم يعملوا في بركاجات، هم يعملوا في بركاجات بسيستم آخر ويسرقوا بسيستم آخر، بركاجات بضخامة بثقافة، يعملوا بركاجات بثقافة، هم يتحيلوا علينا يفوكونا فلوس، يفوكوا فلوس الدولة، يسرقوا في فلوس الدولة وهم عايشين، هم يعملوا في بركاجات. ما أختي حول ولا قوة إلا بالله أختي. رغم الظروف هذه كلها حكيت لنا عليها، كمان ثم أمل في أنه تونس غدوة خير؟ ثم أمل، حتى هما حطوا كتابة المطار يعطيك مشموم ويقول لك ابتسم منها تونس. لا أمل لحد شيء أختي، ثم حياة أمل، ثم أنا أمل، أنا أمل أختي، تخزر للصغار حوايج ممسخة بالله، أنا أمل. هما يعيشوا ونحن ما نعيشوش، سي قوم يعيشوا والقوم يعيش. صغار حوايجهم مسخه، علاش؟ معها لانه من الخصاصه تخلي من الخصائص شنيا هو ولده يمشي المكازان يضرب لك سبيدري 200 و300 و400 وهذا يمشي للفريف مسكين يلقط في حوايج يشوف يلقاها يشوف لا. كيفاش يا اختي المعيشه كيفاش؟ يجي يحن عليك يقف بكهرباء يحل تقول له لاباس يعطيك 50-60 ألف اكيد فحياصه فحياصه، لا حول ولا قوه الا بالله. ظروف الخصاصة الاحتياج الفقر مع بغض النظر على المستويات تخلي ساعات الشخص لانه هذاك حد المستوى نتاعو انه يلتجئ يفك معناتها رزق غيره ويبراكي يفك يفك يا اخي. الولد كيقوم الصباح اختي يلقى فلوس يهزها لبوه، مش يمشي يصرف وياكل ويشرب. الولد هذاك يمشي يهز لبوه، مش يسرق في بوه، يلقى يسرق. هاي ولدك انت ولد الداخل لازم مش يهز لبوه 2000-3000، خليها مجتمع اخر، خلي مساك ربي يعلم بها، اللي عنده 5-3 صغار، اللي كاري، اللي ظروفه هكا، اللي ظروفه هكا، باش تحكي لك؟ حكينا 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 وتعبت. باش نحكيو في الاطار هذايا ايضا على ظاهره وهي نتاع انتشار المخدرات، اليوم يقول لك برشا شباب يحبوا ينسوا يحبوا المشاكل نتاعهم انه يلتجوا. في المخدرات اختي 14 سنه غربه. كنت 14 سنه غربه، تحكي لي عن المخدرات، المخدرات شائعه في العالم الكل. كل واحد ونفسه، اللي يحب يستعمل يستعمل، اللي يحب واحد واحد ما يضرش العباد بالمخدرات. يضر في روحه اختي، اللي يحب يضر روحه، اللي يحب يتكيف يشم الكوك. يعني الوضع يخليك تلتزم، الوضع فهمت، مش تسهم مش تسهم مش تبعد، لا عندك مواد ترفيه، لا عندك وين تمشي ترفه روحك، ترفه روحك بالمخدرات ما عندكش. ما هو يحب ينسى مسكين ظرفه، يحب يتبلنت، فهمتي اختي؟ يحب يعمل مودافيون لمخه، يحب يعيش اختي. حال
حاله اختي حاله حاله مخ. انتشار الظاهره هذه في مختلف معناتها الاماكن الجمهوريه التونسيه ولايات الجمهوريه وقايسها كل حسب رايك، يعني تم استهداف خاصه للشباب التونسي بال معناتها بالسموم هذه والا لا؟ اي تم استهداف، تم استهداف اختي. شنو هما اليهود غرقونا بوسائل الاعلان نتاعهم، راك تشوف في التيك توك والفيسبوك، حطمونا، حطموا المدارس التعليم نتاعنا وحطموا في الشارع. خي شكون هذا سيستم يهود اختي؟ هما اللي قاعدين يعملوا العصابات البارونات اللي عندهم هنا، هما يتصرفوا فيهم، اعملوا هكا للشباب، اعملوا، هما اللي غرقوا تونس بالمخدرات وهمشوا لنا تعليمنا وهمشوا التعليم وهلكوا الاعلان. بلي انت تحل التيك توك ولا الفيسبوك، بلي تشوف في حالات تجي تقرا ما فماش قرايه، همشونا همشونا جمله مش ولا شوك بالسيف مش حطوك في المخدرات. انا كنت 14 سنه اختي غادي لبرا يشدونا يشدونا روحوا بيا شدونا غادي شدونا غادي اختي شدونا غادي ما يشدك عام الثمانينات التسعينات السبعينات يشدك غادي يقول لك مش يجي وقت مش يولي في بلادكم الشيء هذا، وهما نحاها مملا وقفت عليه الكلام ولا كل شيء في بلاد. واللي تري هنا ما تريش في الغربه، اللي تري الشيء اللي نتاع المخدرات اللي تري هنا ما تريش في برا. اقبل مشيت في اطار حرقه وإن مشيت في هجره حرقه حرقه. يقول القائل شنو هو الفرق بين قبل وتوا؟ لانه يظهر لي وضع قبل مش كما تو. الحرقه تو عصابات اختي تخدم فيها، دوله تخدم فيها، دوله عصابات تحت الدوله. ايضا دونك اعطينا، خلينا ناخذ ليكزومبل نتاعك انت، انت حبيت قبل تحرق المهم، ثم احلام ديما نحكيو على الاحلام، حبيت معناتها باش تبني مستقبلك في الاوروب تتحسن الظروف نتاعك، بقداش حرقت الساعه قبل؟ والله حرقت بريس قول لي بزوز ملايين ثلاثة ملايين، حرقت من بورت راد عام قداش؟ عام 2004. 2004 دونك حرقت، وين بقيت تعيش؟ ايطاليا بلجيكا فرنسا كلها مشيت لها. سي بون مشات معك الدنيا؟ مشيت الحمد لله الحمد لله. واحد كيروح بعقله بصحة البدن لاباس، اهم حاجة الدنيا صح الحمد لله. باهي في ال 14 عام هذوما اكيد ما يهمش كلهم ساهلين، ثم واجهت برشا صعوبات بالطبيعة اختي. 14 سنة حط منهم 7 سنين حبس. حبس علاش نعرفوا علاش؟ دمار دمار مخدرات، دخلت في حاجات اخرى تفاهات. التونسي اليوم كي يحرق مثلا، ديما نحكيو على الشباب انطلاقا من التجربه نتاعك، لانه مجبر انه يدخل في الطريق هذاك نتاع المخدرات لانها متاحه بشكل كبير. اكيد اختي اكيد 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 اختي اكيد راهو مش يدخل معاه. غادي الاخت تجيب اختها خوها وتطردوا في ثلاثة ايام وتطردوا، الخو يجيب خو في نهارين نقول له برهبه بجيب عشاك، اش باش يتلزم اش يعمل اختي؟ يبيت خوه لبرا يبيت هنا اختي، يجي يعرس بها، يجيب امراه من غادي يجيب اوراق ويعرس بامراه هنا، يهزها هي نافحه بالاوروب نهارين ثلاثة ايام يدخل عليها الرجال ويبدا يسكر وتردها واحد واحد، وهي تحلم بالغربه وتحلم بكل شيء، تولي تطلب في دارها مع الفلوس. كيفاش يعني وضعيه اخرى عالميه مش كما نعتقد؟ عقلي صحيت عقلي اخرى مش هنا جنه بالله، بلادك هي اللي جنه بالله، اللي كان جا عندنا موفر لنا كل شيء هنا راهي جنه. فلوسنا نحن اختي ريتها فلوسنا نحن، انا بحكم عشت في الغربه، فلوسنا نحن ياخذوا فيها فرنسا، فلوس الملح نتاعنا يعطوا فيها الشوماج للفرنسيس، الفرنسا الفرنساوي المزمر ياخذ في 1000 يورو 3 ملايين توانسه، وفلوسنا نحن هذيك فلوس الملح نتاعنا اللي ناخذها انا نورمالمون ناخذ 500 وذاك ياخذ 500 وذاك ياخذ 500، فلوس فلوس يعطوا فيها الشوماجات اليهود غاد. كي روحوا بيك معناتها قبلت القرار هذاك؟ روحوا بيا ونلقى 20 قضيه محكومه فيا بالله، يروحوا بيا زدت عديت ماتت امي وانا في الحبس، تبالي هذه حكايه؟ زدوا تهموني بحكايه اخرى تعديت ومن بعد خديت عدم سماح الدار، قعدت 6 اشهر وخديت عدم سماح الدار. هي شكون باش يعوض لي انا امي كي روحوا بيا جبتوا لي حكايات؟ يا ابني لا حول ولا قوه، الله يرحمها امي. نعم سي بون تاقلمت مع الظروف لهنا الحمد لله. يلزمك سبري سبورتيف اختي، يلزم العقليه سبورتيف، تطيح وتقوم هنا تطيح وتقوم، غادي تطيح وتقوم تطيح وتقوم، هي بقدير ربي نحن عايشين، ما لازمك سبورتيف تكور جيت كوميم كوميم اكتيف، لازمك الواحد اكتيف فهمت، لازمو اكتيف فهمتي اختي، لازمك تعرف كيفاش تجيب نهارك توكل وليداتك، شاشيت هذا على شاشيت هذا شاشيت هذا، والحمد لله انا عايشين.